إن علم الشفيع ببيع الشقص ولم يشفع على الفور فهل تسقط الشفعة في ذلك؟ إن كان له مانع من المطالبة فإنه لا تسقط شفعته، إذا زال المانع يشفع. كان علمه وهو يصلي ولا يصلي تقام الصلاة، ولا في حالة لا يستطيع الكلام فيها فإنه معذور. أما إذا علم بالبيع وليس هناك مانع من المطالبة بالشفعة وتركها فإنها تسقط، لأن في الحديث الشفعة حل كحل العقال. نعم، يعني ما يضر المشتري، يتضرر المشتري لو أنه ترك الشفعة مدة ثم قلب شفع، يتضرر المشتري لذلك. نعم.